فتون؟ فتون؟ شبك؟ فتون؟ عادي. والله الولد قطع لي قلبي من جوا، ما نام كل الليل وهو عم يبكي بده أمه. خليه يروح لعند أهله بقى، انتو شو بدكن هلأ فيه؟ وأنا هيك عم أقول، نسيت أنك قبضت مصاري من الزلمة؟ أنت اهتمي بالولد وبلا حكي فاضي، أنا بحلها. جعت حبيبي؟ جيب لك أكل يا روحي، بدك تاكل مشان ما تمرض. ليش هيك عم تساوي؟ ما بقدر آخذ نفس. ليش ما بتقدر تاخذ نفس؟ قول. أنا بدي البخاخ لأتنفس. يا ربي، أنت مريض يا عمري؟ شو فيني أعمل لك هلا؟ لازم جيب لك البخاخ. شوفي، ليش اجيتي؟ الولد بده البخاخ، طلع مريض ربو. من وين اجتنا هالشغلة؟ شو رح تعمل؟ شوفي هلا. خير إن شاء الله. ليش فيقتني من النوم؟ أغا الولد تعبان، ما عم يقدر ياخذ نفس، طلع معه ربو. لك صحيح هالقصة، كيف نسيتها؟ أنا غبي. يا ترى شو نعمل؟ لؤي لسه لهلأ ما اتصل؟ هلأ اتصلنا نحن، أنا برأيي نحاكي. لؤي شو؟ طمني، في شي أخبار؟ لهلا ما في أخبار أبدا. طيب ماشي ابني. فتون، خلي إيمانك بالله كبير، رح يلاقوا له جواد. الشرطة بعدهم لهلا عم بيدوروا عليه. ممكن يرجع ابني؟ طبعا بده يرجع أكيد. عدنان، في شي أخبار؟ ما في جديد. بدك مني شي أغا؟ ما في شي، خليكي بحالك. شو رأيك بكاسة شاي؟ ما بدي. فرجيك يا عدنان الزفت، بكير ما اجى لسه الوقت. الولد وينه؟ ما بعرف، فتت لقيته مع ما ياخذ نفس، طلعت وخبرتك. انا قلت لك من قبل هالولد امانه. اترك الولد ينقطع نفسه، يعني لانه امانه؟ الولد مريض، اكيد ما بعد من هون. امشي معي، خلينا نلحقه قبل ما يضيع منا. يلا اسمع، روح من هون وأنا بروح من هون.
خير مين حضرتك؟ شو انت بدك تلعب معنا يعني؟ وصلت فيك الوقاحة لتخطف ابنه لمراد؟ حسابك كبر كتير، وانت رح تدفع تمن عملتك هاي غالي، وبكرة بتشوف. سبق وحذرناك بس انت ما سمعت منا. ابنك انت رح يكون بدل جواد ابنه لمراد، وهذا مو كل شيء. نبال عنا، نبال ما دخلنا بنوب. اوعكم تلمسوا ابني، والا وقت بلقطكم ما بتعرفوا شو بدي ساوي فيكم ساعتها يا كلاب. عم تفهموا علي؟ بس انت تعديت على عائلة مراد بعد ساعة بالضبط. جواد لازم يكون بالبيت مع امه، واذا مرقت الساعة وما بين جواد، نبال رح تموت. الوقت مو بصالحك. ولك وين رحت؟ نبال وينك انت؟ نبال خانو ما فيها ترد عليك يا عدنان آغا. مرحبا عمو. ليش خايف انت؟ ليش لحالك؟ ما في حدا معك؟ تعال معي. اوبا، يلا اطلع لشوف يا بطل انت. هلا بيكونوا اهلك عم يدوروا عليك. بتعرف من اي ضيعه انت؟ جواد، جواد. جواد شو راح يجيبوا على هالمكان؟ امشي ندور بمكان تاني. عايدة، جواد أكيد رح يرجع، تطمن. هيك قلتك؟ خايفة كتير. جواد صغير ما بيعرف إلا المدرسة والبيت. رح جن يا ربي، شو أعمل؟ يا ترى هلا شو ممكن يكون صار فيه؟ عايدة بدك تكوني هادية، وخاصة قدام أمك، تمام؟ بكل الأحوال عصبيتك هاي ما رح تفيدنا بشي. امشي يلا، خلينا ندور سوا. طيب يلا مندور بكل مكان. ما قلت لي اسمك لهلا. يلا، ما في تغطية هون. هلا في كازية لقدام، بس نوصل دغري رح نسأل إذا في حدا بيعرف أهلك. بس قلي أنت ليش هربت؟ خفت من الطهور؟ خدي هاد، اعطيه لجواد وخليكي معه، واوعي غيب عن نظرك، فهماني؟ وينهم هن؟ جواد هرب يا اغا، ما بعرف شلون. ها؟ وانتي وين كنتي؟ بس بدي اعرف. انا كنت معه، لقيته تعبان ومو قادران ياخذ نفس، طلعت ناديت لعاطف ورشوان. الحجج هي ما بتمرق علي انا، والله شي بجنن. خير؟ الوقت عم يمرق بسرعة يا أغا، شو صار معك؟ الولد لهلأ لسه ما وصل على البيت. هرب الولد، هرب مني. شو يعني عم تلعب معنا؟ لك بقلك الصبي هرب، بتقلي إنه عم بلعب؟ معك ساعة، وجواد لازم يكون عند أمه، يا أما بتخسر نبال وابنك يلي لسه ما شفته. اصحك اصحك، أي واحد فيكن يدوره لابني يا حقير؟
لك. الله يقصف عمرك. اسمع، لا تنزل لأرجع، ماشي حبيبي؟ بدي عبي بنزين للكاميون وراح احكي تليفون. ايه ألو. نعم حضرة الضابط، في واحد اتصل من محطة البنزين عم يقول لقى ولد بتياب لطهور وهلأ هو بانتظارنا. تمام علم. بسرعة استعجل شوي. حاضر سيدي. وين الولد؟ قولوا يلا. مرق كاميون وطلع فيه هلا. الله لا يوفقك، شو انك دب؟ معقولة ولد ما عرفت تنتبه وتدير بالك عليه يا غبي؟ شو دخلنا اذا هرب؟ خلصوا لك. انقلع من خلقتي لشوف انت وياه. مصيبة المصايب. اوف اوف. شو بدك؟ مايا وينها؟ فتون، مايا طلعت مع بلال وأخدوا إذنك. إمتى مينة؟ في خبر يطمن؟ مو مبين جمال بيك ولا شيء. متأكد إنه رح يرجع، بس أنتوا هدوء بعد إذنكم. ألو. نعم جواد. عمو لا تتركني. طيب عمو خلاص أنا معك ولا يهمك ولا يهمك. كيفك هلأ؟ منيح. هيك بدي إياك. برافو، شكرا لتليفونك. أهلا أهلا فيك. ولك عم قلكن الصبي هرب هرب، بدي شوية وقت. ما في وقت بنوب يا عدنان، ومو من مصلحتك تلعب معنا. وانت التاني منين طلعت؟ منين لك؟ ليش هيك عم يصير؟ كيف بدي لاقيه هلأ؟ كيف بس؟ لؤي ألو. لؤي نارين، يا ريت لو تفتحي السبيكر. مثل ما بدك، رح افتحه. خود احكي. هيدا ماما. مايا عم تسمعوني؟ جواد.
لله يا رب. ماما لا تبكي. يا عمر الماما، يا روحي انت جواد. فتون، ما قلت لك بلاقوها؟ احنا جايين على الطريق، اطمنوا نص ساعه بنكون بالبيت. الحمد لله يا رب. كثير منيح مايا. لقوا لي جواد. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي مايا. مايا ما تبكي، بدنا نفرح حبيبتي. وقتك خلص يا عدنان اغا. ولا اصحك تعمل شيء، احسن ما اجي طربق الدنيا فوق راسك، عم تفهم؟ تاخرت كثير. استنى، اصحك تقتله لابني. ولاك ولاك، شو عملت؟ مجرم. شكرك يا ربي. الحمد لله يا رب. جواد ابني، يا حبيب قلبي يا ابني، حبيب قلبي. مجرم. الو، رد علي، جاوبني. لك يا حقير، الو الو. يا روحي.
نيبال؟ نيبال؟ جواد صار معنا. يا بيك شو نعمل؟ ارجع الموبايل. تفضلي. ماما وين كنت مبارح؟ مع مين؟ احكي قول ما تخاف. برأيي هلأ خلوا جواد ينام ويرتاح، ما هيك جواد؟ يلا يا بنات هلأ طلعوا جواد خليه يرتاح فوق. هلأ اطلع مع أخواتك على الغرفة وإذا بدك شي ناديلي. يلا امشي. يلا حبيبي. اتصل ولك اتصل. قتلتوا لي ابني يا مجرمين، قتلتوا يا جبناء، والله لا احرقكم يا كلاب. اتصل. ليش هيك ولاد يا كلاب؟ والله لموتكم كلكم، قتلتوا لي ابني انا. الله لا يوفقكم، كسرتوني. طمني، نحن مو عصابة. لكن ليش جايبيني معكم لهون؟ مو أنت المقصودة أبداً، ولا يهمك، كنا مضطرين نعمل هيك. ما تخافي حنرجعك. ليش ينخطف ابني؟ ايه صح، ليش لا يخطفوا طفل صغير؟ استنى خال، طول بالك. يعني شلون استنى خال؟ مو شايف الولد كيف وشه اصفر؟ لؤي ابني؟ مين بده يكون خطف الصبي؟ وقت اللي شفت جواد بمحطة البنزين كان مبين عليه مرعوب، وأول ما شافني قال لي لا تتركني. حسيته إنه هربان من حدا. الأحسن ما تحاكوا بالقصة لأنه بيتوتر هيك وبيتضايق، وقد ما فيكن نسوا هذا الشيء لو سمحتوا. مين قال له مصلحة؟ ما توصلتوا للشيء لؤي؟ كيف هيك بينخطف من بيناتنا؟ الموضوع أكبر من هيك. أهم شيء هلأ الولد لازم يضل تحت نظركن لبين ما نحل القصة. خالتي أنا مضطر أمشي. ماشي لؤي روح، خبرنا بكل شي بيصير. طبعا يلا. الحمد لله على سلامته. يسلم عمرك.
حاكي عدنان، قلي له انك جاي. شو عملتوا بابني ولا؟ الو اغا، الولد منيح وراجعين على البيت. نبال انت منيحه؟ انت وين؟ مين هذا الرجال؟ ولك أمي، شو الموضوع؟ وين كان جواد؟ ما فهمنا شي نحنا كمان. انتوا طلعوا هلأ. حبيبي يلا غمض عيونك ونام شوي. أنا هون ماشي؟ يا روحي بدي اياك مبسوط. يلا مرت عمي، مين اللي ممكن يعمل هيك؟ ما بعرف يا أمينة، ما بعرف والله. حياتنا صايرة فيلم مكترة، دايما أكشن ودايما مشاكل، قلبنا ما عاد يلقى. أنا عم كذب بالله؟ لا أنت عندك حق تسنيم، بس نحن عم نحكي هلأ عن جواد. شفتي وشه لهالولد الصغير شلون كان؟ بعد إذنكم، الحمد لله على سلامته. شكرا لك ابني. اللي عمل هيك رح يلتقى وياخذ جزاته. شكرا لك جمال بيك. خالتي كيف صرتي؟ منيحة ابني منيحة، مو لاقينا جواد خلص صرت منيحة، بس إذا منلاقي اللي ساوى هالعملة رح صير أحسن. أنا بدي أمشي هلأ. طيب يا روحي. إليلي، ومن وين جمال بيك هاد؟ ما بعرف يا أميني، بس مبين عليه منيح. مالك شايفة كيف اهتم فينا؟ ايه، ومبين من وشه انه واحد منيح. بلال؟ عائشة، جواد رجع. عن جد عم تحكي؟ عن جد، خبريني بال. فقت من النوم وما لقيتها، يظهر طلعت حتى تدور عليه، ومو نايمة طول الليل مشان جواد. صحي ما قلت لي وين كان جواد متخبي؟ ما كان متخبي، كان مخطوف. عم تقول مخطوف؟ ليش ومين؟ ما عرفنا مين خطفه وليش خطفه كمان، ولا كيف نفد من بين ايديه. في شغلات غريبة كتير وانا عقلي تخربط. بحكيكي بعدين. طيب بلال. نعم. انتبه على حالك ممكن؟ وانت كمان. نبال، ما رجعت اختك على البيت؟ ليه عم تصرخ بوشي؟ عم بسألك سؤال جاوبي. شو بيعرفني وينه؟ يا ربي. نبال، نبال ابني. نبال انتي والولد مناح؟ ايه ما فينا شي. لا
هناك؟ واقف هناك؟ واقف! مين انت؟ اطلع واجهني! واقف هناك! واقف! عم بقول لك واقف! واقف! زمانك موتتني يا عدنان، بس هلا ما بتقدر. تحرك. تليفون يا عدنان، رد! لك وينك انت يا عدنان؟ لسه من شوي طلعت لك، وين رحت هلا وما عاد عم ترد علي بنوب؟ جواد، خلاص يا روحي، لا تخاف، أنا هون. ماشي، نام حبيبي نام. مين هدول؟ حكوا معك شيء؟ قوليلي شو اللي صار، قوليلي بسرعة. ما حكوا شيء، بس قالوا لي رح ناخدك شوي لعنا. وانت بتروحي معهم هيك؟ ايه، قالوا لي تعي وقبلت. اكيد خطفوني، شبك؟ عرفتيهم كيف شكلهم؟ يلا احكي لي بلا ما جن. شو بيعرفني؟ في زلمه حاطط جهاز تنفس على وشه، واصلا بالزور عم يتنفس. هو ما حكى، اللي حكى الزلمه اللي جنبه، قال لي شغلنا مو معك، لازم نخبر الشرطه يا اغا. لا لا لا، بلا ما ندخل الشرطه هلا بالموضوع. يلا تعوا على البيت. شو صاير لك؟ ما تقرب من نيبال، شايفنا خدم لننفذ أوامرك وبس؟ ما بدنا نروح على البيت هلأ. شو؟ يعني أنت حابة تموتي يا بنت؟ قلتلك بدكن تروحوا معي. جواد منيح، عدنان عمل هالشي بس مشان يكتشف مين نحنا ويعرفنا. جواد منيح وصار معنا، لا تخاف. وعدنان ما قدر يعرفنا. طيب هلا أروق، أنا عم حل كل شي. اوعى تنسى الوعد اللي وعدته، لا تكون نسيته. بيوم ما قلت لي إذا بدي أتسرع منعني ولا تسمح لي أغلط أبدا. وهلأ اوفي بوعدك وخليك رواق، كل شي تحت سيطرتنا. وهو كل ماله عم يتكركب ونهايته صارت قريبة.
أمي شوفي شبكي خير؟ الحادثة كانت خطف. كيف؟ شش. أنا بالزور استوعبت. كيف بيصير هيك شي؟ مين يلي ممكن يكون عمله؟ مو معروف، مو معروف، وكل ما فكر بالقصة بيجن جنوني. إذا ما طلع عدنان ورا هالقصة بكون أنا ما بعرف شي بنوب. بدك تكشف حالك لحدا من البيت؟ مو مزبوط تعمل هيك، ما تضيع تعبنا. هالفكرة مانا منيحة. بكفي بقى اترك اختي تركها. عائشة خلص اهدي هلا وروقي، مزبوط هيك احسن إلنا كلنا. اذا كل هالقد مانك سالي انت ابقي، بس اختك بدها تروح معي هلا. شوفي عدنان، انت الثاني شو دخلك؟ لسه بكل شغله بتطلعوا لي انت وحضرة الضابط، حل عني. انت شو بتقصد؟ يا ريت تحل عنها المساكين. فرات ارجوك بلا ما يصير مشاكل بسببي، انا رايحة. اختي عائشة امانتك. ها فكرة منيحة، فرات بيحب يشتغل مربي. يلا أهلين عائشة. بلال ممكن تجي لعندي؟ كتير محتاجتك. شو صاير معكم؟ ما في شي، بس تعا. طيب يلا هلأ بجي. شوفي وين رايح؟ ما في شي عائشة. رؤي ما في شي. وينو هالمجنون؟ قولولي. عايدة بكفي زوقي. بنتي ما تعيطي، شايفتينا مرتاحين كتير ومروقين؟ ما ناقصينك. عدنان انت وينك طول اليوم؟ المصايب نازلة عراسنا، وين كنت؟ من اليوم ورايح نبال رح تقعد عنا.